شوروم الكعبي منطقة جديدي بشكل حالي خاصة، فعدد كبير من أجدد موديلز السيارات الرياضية بتوصل بالأول لعنده وبعدين لعند الوكلاء. وهو قدم الفترة الأخيرة الأودي كيو 7 الجديدة، واحدة من أفخر وأغلى سيارات الـ 4x4 بالعالم. الام تي في موجوده بميلكار بمناسبه افتتاح الشوروم الجديد واللونشينج تبع الاودي كيو 7. الام تي في رح تواكب هالايفنت من اول دقيقه لاخرها، ونبلش مع انترفيو مع اونر ميلكار ميناس ميسيليون. بونجور ميناس. بونجور جينان. خبرنا شوي ليش اللونشينج تبع الكيو 7 عم بيصير بشوروم ميلكار ومش بشوروم كتانه. صراحه حبيت كتانه من بعد علاقه دامت سنين نحن وياهم. كرم ميلكار بمناسبه افتتاح الشوروم الجديده بأنه تطلق واحد من أكثر البرودكتس بيع عندها، الـ 4x4 الـ SUV الـ Audi Q7 من الشوروم من عنا، بالإضافة إلى الـ R8 الـ V10 يلي جبناها خصيصاً لهالحدث بالطيارة. في كتير من معارف وكلاينتس ميلكار رح يكونوا موجودين الليلة بالإيفنت، خبرنا كيف هذا الشيء بيخليك تطور عملك أكثر. وجود معارفنا وزبائننا اليوم أول شيء بيجدد ثقتهم فينا وبيحسسنا بوجود هالأشخاص يلي بفضلهم نحن اليوم وصلنا لهوني. طبعا هذا الشيء بيخلينا مثل ما عودنا هالأشخاص نكمل على ليفل معين، على سكيل نحن خلقناها لحالنا وماشيين عليها، ما نقدر نساوم ولا بالسيرفيسز ولا بالكواليتي تبع سياراتنا ولا بالبرودكت اللي عم نقدمه. عطول بده يكونوا افان بريمير، عطول بده يكونوا أجدد سيارات، لأنه هالأشخاص تعودت هيك وحابة تكمل هيك وحابة ميلكار لأنه عاشت مع هالطريقة. ميناس، شو النكست ستيب تبع ميلكار؟ نكست ستيب تبع ميلكار كونسبت جديد لشوروم. تقلك صراحة نحن اللي وصلنا له لليوم ما كنا محددينه هالقد اون ديتاي. بعد 10 سنين شغل وصلنا لمطرح معين، نتمنى يصير عنا جراج أكيد، ويصير عنا حيكون عنا شوروم تانية بكونسبت حلو كتير حكيت لك عنه، ولقدام على طول إن شاء الله. Thank you اليوم لأنه كنت وحتكوني معنا كل النهار، وللفريق العمل كله بنشكركم كتير وأهلا وسهلا فيكم بميلكار.